السلام عليكم. النهاردة حلقتي مختلفة جدا عشان نهتم بجنب النحافة، الناس اللي بتشتكي لي في رمضان: يا دكتور انا بخس في العادي ونفسي اتخن وانا مش عارف ازاي اتخن. حلقتنا النهاردة حلقة النحافة. مشكلة النحافة يا اما عندهم اميبا او حاجة في معدتهم، فطريات لازم تتعالج ويعملوا تحليل براس عشان يقدر يتخن ويعالج الغدة الدرقية لو كان فيه، او كان في مشكلة عنده في الحرق حبان في الغدة الدرقية. بما ان التحاليل سليمة لازم تعرف ان مريض النحافة هو عنده الحركة او العصبية زيادة وعنده الحرق ما شاء الله للدهون والنشويات. نحسدهم يا جماعة، للدهون والنشويات ممتاز جدا، يعني بياكل النشويات اللي بيفرز معاه هرمون الانسولين، هرمون الانسولين عنده شغال حلو قوي وبيشتغل في وظيفته الطبيعية، ولما بياكل دهون نفس الكلام بتتحرق، فعنده حرق الدهون والنشويات رهاب جدا، وبلاس ان هو اكل البروتين قليل. لو جيت قعدت مع حالة من حالات النحافة وجيت قلت له انت بتاكل ايه، هيقولك انا بهتم بالخضرة، ودي فعلا الحقيقة. لما يقولك انا باكل خضرة، طب ما تاكلش ليه نشويات، يقولك انا ماليش نفس. طب مالكش نفس ليه يا حبيبي، يقولك لا انا مش عايز، مش ماليش نفس اكل. طب شوف لي يا دكتور حاجه تفتح لي نفسي. غراب جدا الناس ديت، يا ريت وراها نقعد نحسدها لحد لما تتخن وتدعي علينا. اوعى تصدقوا، بس اوعى بس تصدقوا وتدعوا علينا، احنا عايزين هنا نفيدكم في الصفحه. عامه حاله النحافه لازم نعمل ايه؟ لازم نزود النشويات، لازم نزود افراز هرمون الانسولين في المعدل الطبيعي، ومش نشويات بس، نشويات مع دهون. فجيت لكم النهارده بالوصفه دي، بالبطاطا. خلاص يجيب بطاطا، خلاص الواحدة من دي كده حوالي 250 جرام بطاطا، فيهم حوالي طبع، فيهم حوالي ما يقرب من 55 جرام كربوهيدرات. فتح كده البطاطا، بيبدأ يحط عسل عليها. وصفة ايه؟ وصفة تحفة، يعني وصفة انا لو خدتها اقسم بالله تاني يوم على الميزان كيلو كيلو زيادة. بس عامة الناس اللو كارب ملهمش بطاطا بالعسل بالكريمه زي ما انا هعمل. ادي وصفه كده اهوت، بياخد الايه البتاع وبيكي بيدلق ايه، بيدلق بالكريمه كده في النص خلاص، ويبدا ايه ياكل البطاطا بالكريمه. بالمنظر ده انا مزود له في الوجبه بتاعته الدهون ومزود له النشويات. ادي منظر البطاطا بالكريمه بالسكريات. لو اكل ديت انا اضمن له ان هو يخش له في الوجبه كسناكس. سناكس، انا ما اتكلمش على الوجبات بتاعته. الناس التخينه تطلع على جنب، ما تتفرجش على الحلقه دي عليها، بس كل اللي عليها انها تشير عشان في حالات نحافه كتير مش عارفه تعمل ايه. الحلقه ديت فيها وصفه البطاطا بالكريمه بالعسل، مهمه جدا السناكس دوت يتاخد ما بين الفطار والسحور عشان تاخد سعرات حراريه عاليه من النشويات والدهون وتعلي في سعرات يومك. مقابل ذلك هتبدا جسمك يبدا يزيد على اخر رمضان. حالات النحافه حالات مهدره في الصفحه، جيت لها النهارده في رمضان عشان يا عيني بيخسوا جامد، دول بيخسوا جامد في رمضان، بلس الاسترس العصبي عندهم عالي جدا فوق ما تتصوروا. فانا بقول لهم هدوا العصبيه، هدوا الاسترس، بلاش تاكلوا في دمكم، وحاولوا تاكلوا البطاطا كنوع من اسناكس. ده رقم واحد. رقم اتنين، الوصفه الثانيه اللي انا بوصفها على طول، كوب لبن كامل الدسم عليه 4 معالق نيدو، عليه كيس بوريو، عليه عسل نحل، وعليه باكو شوكولاته سايحه، واضرب في الخلاط وحط عليه قطع افوكاتو واشربه. يبقى انت كده رفعت السكريات النظيفه اللي جايه من الالبان والعسل، وخدت معاها الدهون اللي موجوده في اللبن والدهون اللي معاها في الافوكاتو. لو خدت المشروب ده وجبه فطار ووجبه سحور، وخدت البطاطا وجبه سناكس، بلس لو هتحمر لك شويه شيبسي بزيت نظيف، او تاكل بطاطس مسلوقه، او تاكل سناكس مكسرات، انا اضمن لك على اخر رمضان تطلع وشك رادت شويه وتلاقي جسمك حلو. حالات النحافه حالات مهدره، يا ريت تراعي انها تقلل العصبيه، تنام كويس، خلاص تبدا تاكل اكلات كويسه، ما تاكلش سلطه كتير، شوف عكسكم، ما تاكلش سلطه كتير لان المعده عندها زغنطه قد كده، فمش هتاخد ولا حاجه. مش معناته ان السلطه وحشه
ولكن انا معناته ان انا عايز ادي الجزء الاكبر للنشويات والسكريات النظيفه عشان الحرق عندهم يقل، لانما كلما زاد كميه النشويات في الجسم زاد هرمون الانسولين، هرمون الانسولين بيؤدي الى قله الحرق. طبعا ما تنساش تعمل تحليلك قبل ما يعني تبقى انت عارف مشكله النحافه، تحليل براز وتحليل غده درقيه، بلس بقى الفيتامينات د و اي وب 12. ومعظم حالات النحافه بيبقى عندهم الانيميا بتبقى جامده شويه، فيبدا يشوف صوره الدم الكامله عشان يبدا يحط نفسه في الكاتيجوريز الصح ويبدا يخس. ومعظم حالات النحافه من السيدات لو عندهم حالات نحافه بيبقى بيشتكوا ان هم ما عندهمش ستر، فديت الموضوع ده بيطول معاهم لحد الجواز، بعد الجواز بعد كده بيتخنوا ويرجع يقول لك ايه خسسني تاني يا دكتور. فانا مش عايزكم تقلقوا، كل اللي ما في الامر لو انت تحاليلك سليمه، كل اكل هيلسي خلاص في سعرات حراريه عاليه، وكل دهون مع نشويات الاثنين بعض، اياك تاخد دهون بس زي ما حالات كتير جدا لما بتناقش معاها بياخدوا دهون بس فبيخسوا، فبلاقيهم دخلوا كيتو دايتس من غير ما ياخدوا بالهم، فبالتالي دخلوا في برنامج الكيتو كلوا دهون اعتقادا ان الدهون هتتخنهم. فهم دلوقتي عشان يتخنوا لازم يزود الدهون والنشويات. ادي وصفه اهي بطاطا، ووصفه اللبن النيدو باللبن العادي مع كامل الدسم، مع يحطوا عسل وكيس بوريو اللي هو اوريو مش عارف ايه شوكولاته، وباكل شوكولاته جالاكسي يتحط في اللبن، بلس المكسرات وزبده فول السوداني مهم جدا، كل ساعتين تعدي ياكل زبده فول سوداني عشان تديله باور وطاقه، ويشرب ميه كتير جدا، والسناكس بتاعته مكسرات. والنبي يا جماعه الناس بتوع اللي هم اللي بيتخنوا اللي بيخسوا عندي، الحلقه ديت يعني فيها خطر عليكم، لان انا الحلقه دي بص فيها حاجات انا عن نفسي مش هاكل الكلام ده. انا طالع الحلقه النهارده مخصوص وعامل البطاطا عشان اديها لابني، ابني لو كارب ممكن ياخد نص يعني نص يعني اللو كارب قد ايه؟ اي حاجه من بكميه صغيره تعتبر لو كارب، يعني مثلا لو اعطيته مثلا 100 جرام من البطاطا فيها كام؟ 100 جرام 20 جرام كارب، من ضمن حصص الكربوهيدرات بتاعتك تحسبها. لو انت تحت برنامج ال 70 جرام كربوهيدرات احسب يومك بطاطا عادي او بطاطس وخد. لو انت كيتو ممنوع منعا باتا. طب انا دكتور فري وعايز اعك الدنيا، ممكن اخدها يوم فري بطاطا بالكريمه او بطاطا بالقشطه، بس تاني يوم ما توزنش على الميزان لان بتزود شويه على الميزان. يا رب تكون الحلقه مفيده وتكون افادت النحافه. لو عجبتك الحلقه سواء كانت في اليوتيوب او الفيس، سبسكرايب ولايك وشير، وقول لنا ايه رايك في الحلقه وشيرها لغيرك عشان غيرك يستفاد. كان معكم دكتور احمد عبد الباري اخصائي العلاج الطبيعي والسمنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.